حبست الأنفاس هذه المرة أكثر عقب فشل تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن ليهرع الفلسطينيون للنزوح مجددا بعد أن عادوا لمنازلهم فترة الهدوء، مع ازدياد منسوب تهديد الاحتلال بتوسيع رقعة الحرب في جنوب القطاع، وبعد أن كانوا قد تعلقوا بأمل من سراب بشأن وقف إطلاق نار النهائي. إن شاء الله بصير الهدنة أول شيء، حسبي الله ونعم الوكيل وبس. مش بدينا نعمل، رحت عرفها فيش وسع اليوم، رحت فيش وسع. استيقاظ الغزيين على صوت القصف مجددا كان متوقعا، لكن سياسيون يقولون أن الجولة الثانية من القتال لن تستغرق وقتا طويلا وسيكون مصيرها الفشل كما الأولى. أنا أعتقد أنه منذ البداية كنا ندرك أن ستعود إسرائيل إلى القتال، لأن إسرائيل لم تحقق شيئا في 50 يوم الماضيات، ولذلك لا يمكن أن تنهي هذه المعركة بهذا الفشل الذريع. لذلك هي تحاول الآن من خلال العودة إلى القتال إلى أن تعطي صورة أنها استطاعت أن تضرب كل قطاع غزة، وأن يعني استطاعت أن تلاحق المقاومة أينما وجدت، ولكن الفشل الذي منيت فيه في شمال قطاع غزة بالتأكيد سيتكرر في جنوب قطاع غزة. الخوف الأكبر لدى الفلسطينيين يتلخص في استمرار سياسة التهجير التي يسعى الاحتلال لتطبيقها من خلال تضييق الخناق على مناطق سكنهم. عادت مستشفيات القطاع لتعج مجددا بضجيج سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين عقب انتهاء الهدنة واستئناف القصف الإسرائيلي على المدنيين. كذلك عجت هذه المستشفيات بالنازحين الذين يتخذون منها مراكزا للإيواء. غازي العلول، رؤيا، قطاع غزة.